أهلا بمشاهدي القناة الوطنية الثانية من هنا من طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي احتضنت الأسبوع الثقافي التونسي بإيران واللي كانت فيه عديد الفعاليات ومنها العروض الموسيقية والعروض المسرحية وأيضا المعارض الرسم ومعارض الصور الفوتوغرافية وكذلك الندوات والأمسيات الشعرية. شاهدوا مع بعضنا تفاصيل هذا الأسبوع. الإشراف الرسمي ستكون كئيبة، وأعتقد أنهم زهرات هذا المعرض وعبيقة وريحانة، فإليهم أتوجه بالشكر الجزيل ونرجو لهم أن يستقبلوا أصدقائهم وإخوانهم في إيران في الأسابيع والأشهر القادمة. هذا يوم بهيج، أعتقدي أنه يوم متميز في تاريخ العلاقات الثقافية بين تونس وإيران، فيه الكثير من الحفاوة وحسن الاستقبال وفيه ايضا الكثير من الانتباه والبهجه. بسیار خوب به هر حال نمایشگاه متعددی که برپا کردند، هم نمایشگاه اماکن تاریخی هست، مساجدی که در جای جای تونس هست و همینطور. ان هذا الاسبوع الثقافي التونسي بايران يتميز بثراء فقراته، ففيه السينما والمسرح والفنون التشكيليه والكتب والندوات الفكريه، وهو ما سيسمح لنا بالتعرف بشكل كبير على تونس وعلى ثقافتها. یک آشنایی اجمالی حداقل پیدا میکنه هر کسی که بیاد این نمایشگاه رو ببینه، با فرهنگ و تاریخ تونس بیشتر آشنا میشه. ما تشکر میکنیم از دوستان تونس که این برنامه رو برپا کردن. تم تنظیم الاسبوع الثقافي التونسي في ايران في اطار تنفيذ البرنامج الثقافي الذي تم توقيعه خلال شهر جويليا الفارط اثناء انعقاد اللجنه المشتركه التونسيه الايرانيه. ومن البنود في هذا البرنامج هو تنظيم معناها أسابيع وتظاهرات ثقافية في كلا البلدين، وتم تنظيم هذا الأسبوع من يوم 6 إلى يوم 11 نوفمبر، وتضمن هذا الأسبوع عدة المجالات الثقافية، حيث نجد معناها معارض، هناك معرض للكتاب، معرض للفنون التشكيلية لعدة رسامين وفنانين تونسيين، معرض المخطوطات القيروانية، معرض للقصور والجوامع التونسية القديمة، كذلك هناك عروض سينمائية، عرض شريط سينمائي طويل للمخرج ناصر خمير وعرضين وثائقيين، كذلك هناك عرض مسرحي وعرض موسيقي للأخوين الغربي وعرض فني للإنشاد الصوفي لفرقة محمد جلمان. بعد ثورتنا نستعيد قرارنا ولنا كامل الحرية في أن نربط العلاقات التي نراها مفيدة لثقافتنا، وأعتقد أن مثل ما ذهبنا إلى الصين، مثل ما ذهبنا إلى موسكو، نذهب الآن إلى الشقيقة إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نعتقد أن التعاون جنوب جنوب، التعاون إسلامي إسلامي،
ممكن أن يضيف للثقافة التونسية وللثقافة الإيرانية، وهذه إن شاء الله فاتحة لتكثيف العلاقات. تعلم تماما أن العلاقات بين إيران وتونس كانت متطورة ومتميزة على المجال الثقافي، والآن نريد أن ندفع ونحرك من أجل تبادل الخبرات، من أجل تبادل المهارات، من أجل تبادل الفنون. وأعتقد أنه هذا هو المطلوب الآن، أن تكون لنا دبلوماسية ثقافية نشطة من شأن أن تعدد العلاقات ولا تبقى فقط العلاقات يعني ذات اتجاه واحد.